أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح نفوسنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في هذا المكان لجاء إليك وضراعة، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فاهد قلوبهم وأحلل عليهم رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعلهم أجمعين من عبادك الصالحين ومن أولى أوليائك بك وأقرب المقربين إليك. اللهم اجعلنا أجمعين من أولى أوليائك بك وأقرب المقربين إليك. اللهم اجعلنا أجمعين من أولى أوليائك بك وأقرب المقربين إليك. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم كما أنعمت على أصحاب الكهف بالإيمان والهداية وربطت على أفئدتهم، اللهم فأنعم على هؤلاء القوم أجمعين بالإيمان والهداية والشجاعة يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم ووفقهم وسددهم. اللهم أصلح ظواهرهم وبواطنهم، واجعل سرائرهم خيرا من علانياتهم. اللهم ارزقنا أجمعين صدق التوجه إليك. اللهم ارزقنا أجمعين صدق التوجه إليك. اللهم ارزقنا أجمعين صدق التوجه إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل ما تحب. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من تحب وكل ما تحب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم إنا نسألك بفضلك، اللهم ما أنت قاسمه في هذا اليوم من خيري الدنيا والآخرة بين عبادك الصالحين، فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.